أهلا وسهلا بكم في درس اللغة العربية للصف الأول. اليوم سوف نأخذ درسا جميلا، لكن في البداية فلنشاهد هذا الفيديو سوية. إذن عند مشاهدتنا لهذا الفيديو تعرفنا أنه يوجد في السنة أربعة فصول: شتاء، ربيع، صيف، خريف. فلننظر إلى هذه الصورة. انظروا إلى السهول الخضراء الجميلة، إلى الأشجار العالية، إلى الجو الدافئ. انظروا إلى الأزهار المتفتحة. هذا الفصل الذي أحبه كثيرا هو فصل الربيع. فلننظر إلى الصورة الثانية. مجرد النظر إلى هذه الصورة قد نشعر بالبرد، لأن هذا الفصل يسمى فصل الشتاء. تتساقط فيه الأمطار والثلوج، وتكون درجات الحرارة منخفضة جدا. يجب علينا أن ندفئ أنفسنا جيدا. وهذا الفصل فصل الشتاء. فلننظر سوية إلى هذا الفصل. الفصل الجميل الذي يوجد به الأمواج هادئة والجو دافئ جدا، والأطفال جميعهم يحبونه. لماذا؟ لأنهم يخرجون به في رحل.